شاي على ميه بيضه وحات ودك ورواق للشيشه على عيني. حاضر. وعندك ورق شاي كشري تمام التمام وصرحي مع الشيشه. هو مغاور ما جاش سال عليا هنا؟ مغاور مين؟ ده واحد من بلدنا لو مؤاخذه جايب لي فلوس معاه. لا ما شفتوش. اهو مغاور. اهلا مغاوري. انا حميد الجمل. مش مهم تشرب ايه ولا مؤاخذه؟ ما شاربش. من سوهاج؟ من طحنة مديرية سوهاج. وجاي تعمل ايه هنا؟ اشتري بهايم. بيقولوا في وجه بحري البهايم ارخص من عندينا. بقول لك ايه؟ تيجي اوصلك في العربية بتاعتي. اشكر يا امير. الطرمبيل ده بتاعك؟ هاي اتفضل. تعمل بيه ايه؟ انا اصلي ببيعه عشان اجيب موديل احدث. منين يا ولد العم؟ ده انا يا دوب شايل 2000 جنيه اشتري بيهم عيش ولا فحل جاموس القط بيهم رزقي. ولا يهمك اللي معاك ادفعه. قوم بيدي سوكا. تعالى بس تعالى. تعمل ايه يا حرام يا ابن الحراميه؟ حرامي؟ يا بي فلوسي لا فين فلوسي جامله؟ امسكوا كويس يا باشي لغايه ما اجيب البوكس. وتجيب البوكس ليه هنا يا باشي؟ هم هيروحوا له. مين على الناس؟ الناس هتبيع. انا اروح الجيش بعمل ايه بيه؟ هو كان يفتح العربيه، هات العربيه وادي الحرامي وانت البوليس. انا اروح الجيش ليه بيه؟ صح يا باشي. الراجل ده ملوش لازمه يتبهدل، اديله فلوس ويمشي. صح صح. فلوسك اهي، خلي بالك منها كويس قوي. ها؟ قفش عليها بايديك واسنانك، فاهم؟ اوعى حد يلهفها منك. ربنا يعلم انا. اوعى ايدك بقى، مين على الاسم؟ خد الواد ده قدامك، يلا. اقعد معايا. حرامي. حرامي. تعرف يا باشا. على الصاد. دورية تنادي العمليات. دورية 2 تنادي العمليات. حول. على الصاد يا حرامي. تعملوا ايه بس؟ قبضنا على نصاب كبير. طريقنا لمديريه الامن. حول انت. حول مكتبه بالشويش. يلا في عرضك يا باشا، في عرضك يا باشا. والله العظيم دي اول مره اعملها، وحياه امي ما عدت اعملها تاني. انت عارف سرقه عربيه في قانون العقوبات الجديد معناها ايه؟ 25 سنه مؤبد، هتفضل شهر مؤبد لغايه ما تموت. انا كنت موظف حكومه محترم، امين مخازن قد الدنيا، والقشه كانت معدن. الشيطان وزني. وايه اللي عمل فيك كده؟ مشيت في سكه الحريم لغايه ما عرفت دلال. نعم اخويا، قانون الجنايات يا حبيبي ما فيهوش دلال. المهم يا بيه، مديت ايدي على العهده يوم ورا يوم لغايه ما تقفشت. خدت فيها 3 سنين، واول يوم النهارده هدوق طعم الحريه. يا حلاوه. واهلك عرفوا انك شرفت في السجن؟ اهلي يا بيه، انا ماليش غير امي واختي، ومن حسن الحظ قلت لهم ان انا مسافر الكويت ادور على شغل. اسمع هلا، شكلك ما بيكذبش. ابدا والله يا بيه. انا هسيبك المره دي، واحمد ربنا انك وقعت في ايد واحد زيي. ربنا يخليك يا بيه. انا هديك اجره المواصلات بدل ما تسرقها ولا تصاب تحت الكرسي رقبتك. امسك. شاكرين يا بيه. ربنا يعلم يا رب. اسعى اسعى. يا خرب بيتك يا حميده، الفلوس حطوا لي بدل العرض. كانوا كام جنيه؟ اقول لهم ايه عاد؟ اقول لهم ايه في البلد عاد؟ كانوا منا كام؟ اقول اتسلكت اول ما حطيت رجلي في مصر. يا خرب بيتك يا حميده. كانوا منا كام؟ ادي واحد اهو. فجر يا باشا. لا مؤاخذة. فجر يا باشا. ان شاء الله.
جابك؟ العمدة اتعرف عليا واتكتروا عليا وجابوني الاسم. يا جمال اوعى تكرفت عليا اني وقفت معاك بيت الناس. اعترفت ايه؟ يبقى خرجت الكفاله ب 50 جنيه ما جاتش معايا ال 10. يا جمال دلوقتي هشتري سياده القطار وصلي على النبي. هات عندي اخويا دلوقتي حط خمس سيجاره كمان جعان. يا جمال هي كفالة 50 جنيه دي ميايا تعالوا 50 والباقي ترشيه برضو الامر ما يسلمش. طب هو اسمه ايه؟ معرفش. يا دي النيلة ازاي ما تعرفش اسمه؟ طب شكله ايه؟ واد جدة وعضلات كده. انا عارف انك هتسلكي. يلا ايه جاي في ايه؟ ابدا تسليكه صغيره كده. هو ابراهيم عمل ايه؟ خد استمرار حبس بالاذن. لا استنى انا عايزك في مؤاخذة شغلانه صغيره كده معايا. ماشي يا لطفي المنزلاوي. لطفي المنزلاوي. انا امال انا قرابك مستنيين بره. الصعيد اللي اشترى الترماي اللي اشترى المرسيدس. طب مش تقول كده. ماشي. طب وابراهيم مش لما يخرج من بيت العز؟ بقول لك ايه، عايشني النهارده وموتني بكره. هتفضل تغلس كتير قوي قدام باب العز ما تيجي نتفاهم في حته تانيه احسن برضه. اتفضل تعالى. في الفلوس تعالى. ايه تعالى. يلا نتحاسبوا بقى. الله، هو انت ساكت وسايب الحريم تتكلم لو مؤاخذه؟ الله اكيد غلط. غلطت اول مره وغلطت تاني مره لما تعديت على مؤاخذه. استنى زاد ايه؟ عموما انا احب اكسب الناس الجدعان، ولولا سايب الورشه لوحدها كنت جيت معاك، لكن هنتقابل. سلام. الف سلامه. سلامه حضره السوق.
دلوقتي؟ 11. طب وصلني على فيلة الهرم. معزوم على العشاء وانا لازم مرتاح. عارف عندي شاكر بيه. مش هتعرف عليه؟ هتعرفه عليه طبعا. يا لطفي انت مخك كبير وزاهر درجي هايل زيك. انا عندي لو حطيتوا ايدكم في ايدين بعض ولاي مكسب